تسأل علاء، هم خايف أنت باكر إنه خطابك الإعلامي ممكن يتأثر بحادثة مثل هاي الحادثة، تقول أنا باكر إذا أحكي زايد، إذا أنتقد فلان أو أنتقد فلان، ممكن باعتبار إنه الدم ضايع بين القبائل ما تعرف، خايف من باكر؟ يعني أنا أتمنى ما يجي اليوم اللي أقدم برنامج أنا أبي أحمد الملا طلال، ولا أتمنى يجي اليوم اللي أحمد الملا طلال يقدم برنامج ينعاني بي أو ينعاني أحد الزملاء. المشكلة عندنا إحنا، مطلوب من عندنا ننتقد الكبار، نسولف ويا الكبار، وبنفس الوقت مو مفرينا سلامة الزغار. من نمشي بالشارع الناس تحكي وأنت مار بيها وأنا مار بيها وأغلبنا مارين بيها، ليش ما تنتقدون؟ ليش ما تحكون؟ ليش ما تقولون؟ هما ما يعرفون أنه حتى تتوقف أي إمكانية بداخلك للحديث مجرد تجيك رسالة على الواتساب، حتى مو SMS بدينارين أو ثلاثة، تجيك رسالة على الواتساب من رقم فاتورة، من رقم معروف، ضايع أصله، يقول لك انتهت حياتك لحد هذه اللحظة. بالنتيجة مطلوب من عندي أنا أنتقد، مطلوب من عندي أشخص الواقع، مطلوب من عندي أتحدث بجرأة. بالمقابل أنا ما عندي حماية اللي تتوفر للطفل الصغير اللي يرعاه أبوه. هذه المشكلة، المشكلة لكل لحظة نمر بيها احنا اليوم. مجرد واحد يدز لك مسجز حتى لو بشقة، ويمكن قبل يومين أبسط مثال هنا أنا صار عندك أبو قصور هذا الموضوع. أنت ما معني مو طرف بأي قضية، ولا معني باللي يتحدث بيه ضيوفك، وصلتك الرسالة حتى على الفيس وما أدري بشكل خاص أنا قريتها مع زملاء في جروبات وكذا. زين، هذه كل رسالة البعض ينطيها ما يعرف إنه أنت صاحب عائلة، ممكن هذه تتأثر حتى نفسياً وتأثر عليك على عملك. أنت وضحتنا أنا ما حاجي العائلة عن كل هاي السوالف. بالنتيجة واضح هذا، بالنتيجة أنا لما قلت عصابة منظمة مدفوعة بأجندة خارجية، عندي بها عدة يعني عدة قضايا وعدة قرائن. أولاً ما يحتاج حتى تنشئ عصابة منظمة مدفوعة بأجندات خارجية، هنا بيت القصيد إلا تشترك لسيارات رباعية الدفع تظللهن، باجات تضع لك بها لوكتين، الأي جهة موجودة، هاي لوكات موجودة.